حذر المركز الوطني للإرصاد من كتلة هوائية محملة بغبار واسع الانتشار مصدرها شرق ووسط الجزيرة العربية، يصاحبها رياح شمالية إلى شمالية شرقية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية خلال 24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرة تحذيرية له إن الكتلة ستتأثر بها محافظات المهرة، حضرموت، مارب، شبوة، الجوف وكذا صعدة. وتوقع أن يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من محافظات البيضاء وذمار وصنعاء وعمران. ونبه المركز الوطني للإرصاد المواطنين وسائقي المركبات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدني الرؤية الأفقية، كما نبه كبار السن والأطفال ومن لديهم أمراض صدرية بعدم التعرض المباشر للغبار حفاظا على صحتهم. الجهات التي تتعامل مع الأجهزة الحساسة أخذت أو دعت إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من تلك الظاهرة.